أنا عايزة يعني أخدكم ونروح لحي العباسية، مش حي العباسية لأنه كحي، ولكن لأنه هناك حفلة الحقيقة أقيمت في المترو الخاص بمحطة العباسية، وده بيرجعنا للتاريخ. حي العباسية ده من الأحياء العريقة القديمة في مصر تاريخا، وحي الحقيقة كان بيقدم فيه حفلات كثيرة جدا. يعني حتى تفتكروا الأفلام الأبيض وأسود القديمة كانوا يعملوا حفلات على كأنه يعملوا زي مضمار كده، زي التلج، والناس يعني تتزحلق على التلج ويعملوا رقصات كده على التلج، ولكن الناس تبقى لابسه زي الباتيناج زي ما بنقول يعني، وده كنا بنشوفه في الحفلات. مصر فيها احياء كتير كان فيها دايما فن كبير جدا. الحفله دي بترجع لجيل جديد حفلات، وهي في مترو محطه العباسيه، وتضمن فقره عن العزف بالكمان، وانا بحب قوي لما يبقى في حفلات عامه ويبقى فيها يعني احتفاء بالموسيقى، ويبقى فيه عزف، مش لازم كله يبقى غنى، ولكن العزف كمان بيبقى الحقيقة فيه حالة جميلة. فالعزف بالكمان للفنان عمرو درويش، وإلى جانب يعني فقرة تانية وصلة غنائية عن الترانيم القبطية والتواشيح الإسلامية، وده اللي قدمها الفنان باسم وديع. باسم وديع عنده الحقيقة مجموعة من الأعمال اللطيفة، كان عنده حاجة برضو روحانية لطيفة جدا، أغنية اسمها مشتاق، وهي من الأغاني برضو اللي فيها روحانيات حلوة وجميلة. أنا بحب قوي الحفلات اللي بتبقى في المترو، لأنه المتردد على المترو بيبقى له كده لطبيعة شباب وناس عايزة برضو نوع من أنواع الفن الجميل المختلف. خلينا ناخد يعني شايفين زي ما انتم شايفين الصور اللي موجودة على الشاشة كلها كانت خاصة بالحفل، وده بيحصل على فكرة في العالم. بتلاقي بيقولك الفرق بتاعت الأندر جراوند والفرق كتيرة، ولكن دي فرقة الحقيقة لناس بيقدموا فن جميل ورائع. خلينا يعني الصورة كده لما تشوفها انت هتنسى ان ده المترو أصلا، انت هتحس كده بأنه المترو بقى قاعة مسرح أو حالة مسرحية بديعة، وبيحول المترو لحالة من البهجة. ما هو عادة اللي بيتردد على المترو يا إما حد عنده مشاوير، أو بيتنقل من مكان لمكان، بيشتغل، طالب، موظف، أيا كان. بص الحالة قد إيه حلوة، بص الآلات الموسيقية حلوة، بص العود، بص الكمان. فالحقيقة في كده فكرة إن هو الفن يأتيني في أي مكان أنا موجود فيه، وأنا بحب هذه الحالة جدا. يعني كلما يعني كان في فنون تصل إلى المواطن في أي مكان، الفنون بنسميها الفنون المتنقلة السهلة، اللي هي ممكن تسمع موسيقى وانت في المترو، تسمع موسيقى مثلا في مكان مفتوح، زي زمان كانوا بيسموا حتى العباسية نفسها كان في حاجة اسمها أكشاك الموسيقى، يعني في الحدائق القديمة كان في أكشاك للموسيقى، فالناس كده ممكن يبقى نوع من أنواع كده أن الناس يبقى في أجواء كده لطيفة. خلينا كده في مداخلة نسمع صوت الفنان باسم وديع، ونعرف منه يعني مدى تأثير هذه الحفلة على الحضور أو المتنقلين بالمترو اللي توقفوا وحضروا هذه الحفلة الرائعة في محطة مترو العباسية. فنان باسم وديع، مساء الخير. مساء النور مدام شفت. مساء النور. مشتاق، أنا بحب لك الأغنية بتاعت مشتاق. شكرا، كتر خيرك. شكرا. طيب كلمني عن الحفلة، فكرة الحفلة جت ازاي؟ دي أول حفلة تبقى موجودة بهذا الشكل والآلات دي، وانت من المطربين اللي بتقدموا حالات روحانية كده لطيفة وغنى مريح. شكرا. مبدئيا الموضوع جاء من خلال دعوة لصديق فنان تشكيلي اسمه أستاذ سامح اسماعيل، وهو المسؤول الثقافي عن تنسيق الحفلات دي في مؤسسة اسمها مؤسسة أراك للفنون والثقافة. فجات الفكرة، فبصراحة أنا كنت مصار جدا بصراحة، لأنه أنا من خلال شغلي سافرت كتير برا مصر وشاركت في فعاليات كتير ومهرجانات دولية، فكنت طول الوقت بشوف الناس بتلعب في الشوارع، بتلعب في المترو، فكنت دايما بقول احنا ليه ما عندناش نفس الحاله دي، على الاقل هي بتهون شويه على الناس في وقت سفرها وتنقلها من مكان لمكان تاني. تمام. وبالفعل كانت الدعوه بجد مثيره، وانا تحمست جدا للموضوع، وده كان الموضوع كمان كان مرتبط كمان بالعباسيه.
أنا الحقيقة مش بقدم الترانيم أو الغنى القبطي بشكل محدد. أنا شغلي مطرب في الصعيد أصلاً، ورحت القاهرة من تقريباً 96. تمام. كنت في فرقة الورشة المسرحية، فضلت كتير معاهم فتعمقت وتعلمت كل ما هو عن الفلكلور المصري وفنون العرض المسرحي. فكان عندي الـ 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 في الأغنية الشعبية والسير الهلالية والسير الشعبية المصرية. يعني أنت أكتر كل الحاجات اللي هي ليها علاقة بالتراث، يعني بالزبط. مرتبطة بالتراث. طيب أنا برضو عايزة أرجع تاني للحفل الجميل وصورك وانت واقف فيها، نوع من انواع الحماس، ويعني يمكن لو احنا ما نعرفش طبعا غير انها بتبين انها المترو. كلمني على الحضور، يعني الناس اللي موجودين هم كمان زي ما انت كفنان اول مره بتقدم ده في مصر في محطه مترو، هم كمان اول مره يشاركوا ويحضروا ده في محطه مترو، فكان التفاعل شكله ازاي؟ هو التفاعل كان شكله، انا ما انساش عيون الناس، الناس وهي بتسمع ومهتمة قوي، ناس كتير بتصور، أعمار مختلفة. حتى لما كنت بقدم الترنيمة ناس مهتمة تسمع، في بسمة كده، كان في تفاعل حلو. صراحة. طيب يعني وجود حفلة، لأن أنت عارف دايما الحفلات يظبط الصوت ويتأكد ويطمن، أنت بقى موجود في المترو حيث صوت المترو وأصوات الناس نازلة وطالعة، يعني في أصوات أصلا زي ما بنقول بروي جاهز، يعني دوجة جاهزة بجانب الحفلة. هل ده أثر ولا ده كان جزء من أنه أنتوا موجودين في قلب حدث؟ يعني هو الحقيقه، بس يعني انا عايز يعني اشكر مؤسسه اراك اللي هي بتشتغل مع اداره خط المترو الثالث، لان هو كان في الشكل الحفله كان في احترافيه شويه. طبعا الحركه والبروي بتاع المكان والناس اللي بتتحرك في شويه تاثير، بس الحقيقه هم كانوا مجهزين الموضوع بشكل احترافي شديد، انه في اجهزه صوت. جميل. الحاجه الاخيره برضو يعني يمكن نرجع بالصوره، استاذن زمايلي الاعزاء، الصوره اللي فيها العود وراك، يعني صوت العود ده صوت شجن، عايز استماع. هل ده كان واصل برضو الالات كده معاك، كان واصل صوت العود في وسط الزحام وكده وعمل اجواء؟ لانه انا شايفه ان في الات كتير موجوده وده شيء جميل. يعني صدقيني بصي، انا عايز اقول لك على حاجه، احنا شعب طبعه، انا بقول شعب جميل، يعني شعب بيعرف لما بتديه حاجه جديده بيستوعبها بسرعه شديده، ويبقى يعني مشتاق انه يسمع ومهتم. بالنسبه له الفنان اللي واقف ده حاجه يعني بيديه شويه القيمه اللي هو موجود عليها. بجد يعني احنا شعب عنده شغف للمزيكا في وسط، حتى في وسط كل زحمة الحياة طبعا والتعب طبعا. والتنقل، هي المزيكا هي السند في زحمة الحياة، هي الطبطبة بجد على الناس. طبعا طبعا بجد. فكان في حالة كده ما انه لان انا كان معايا آلات مختلفة، آلات مصرية مختلفة، كان معايا الأرغول المصري. الله. وهو مش كتير بيتسمع برضه في طبعا اجواء طبعا. شبه الاجواء اللي احنا وآلة فيها. مصرية بديعة. آلة بديعة أصيلة مصرية، كان معايا ربابة، كان معايا كل آلات الكولة مثلا. الله. فكل كل الآلات دي جاية من قلب البلد، يعني أكيد. من أصل البلد. يعني أنا أكيد بأحييك على هذه الحفلة وعلى المنظمين، وأكيد الناس استمتعت، وأكيد تجربة إن شاء الله نشوفها في محطات أخرى للمترو، إذا كنا حنغني ونسمع عود ونسمع ربابة ونسمع كولة ونسمع كمان، فأهلا بكل أنواع الموسيقى. بشكرك جدا الفنان باسم وديع، وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تكون الحفلات دي بجد قد إيه تقدر كده تدي للناس طاقة. يعني تخيل أنت خارج من الشغل وبعد
يومين فجأة بتنزل بتلاقي المسيجة والموسيقى الحلوة دي، أكيد مودك هيتغير وإحساسك يتغير وحاجات كتيرة قوي، هتلاقي نفسك مروح بمود تاني خالص. فدي من الحفلات اللي أكيد بتبقى يعني حريصين على تقديمها، واستخدام أيضا المترو مش بس كوسيلة انتقال ولكنها تبقى وسيلة انتقال للمواطن وفيها جزء من المتعة، يعني استخدام المتعة أيضا هنا ده أيضا شيء جميل.